رمجان الحنابلة رجل، نعم، صلى سجد على أول ركعة على أول درجة من المنبر. ففي معي طالب أنا، نعم، إجا شاوش وقال له سيدي ما صحت صلاته، لأنه نعم يعني عند الإمام الشافعي كمان مشكلة يعني. رجع الزلمة خطوة لورا، سجد على الأرض أنطق بنطرونه، وتاري بنطرون ضيق بين كلسونه، قال له انبسط الإمام الشافعي هلا. يا لطيف نحن بالجامع هنا قد ما ضحكنا، تعال بقى دور له على عباية يلبسها يروح فيها على البيت. إلى أنه نعم يعني ما هي البناطرين الضيقة مشكلة، يعني لبس البنطرون مو مخالفة شرعية. بيوم من الأيام كان مخالفة شرعية البنطرون، لبس البنطال كان نعم بدعة، ما بصير الإنسان يلبس بنطال. قال فلما أصبح نعم لبس الناس وشعارهم ما عاد بدعة. بس شو البدعة عند الناس بقى؟ إذا كان لبس بقى البنطرونات ضيقة، يعني أحيانا بتلاقي لابسين الشباب بناطرين جينز يعني فصل وتفصيل. أحيانا البنات بتلاقي لابسين بناطرين جينز يعني شلون نازل فيها ما بتعرف. نعم إيه. فلذلك يعني هلا بالنسبة له لابس البنطرون هذا وجاي على، بس دير مالك إذا شفته لابس البنطرون جاي على الجامعة لا تقول له لا تصلي. إذا امرأة لابسة هيك أواعي وجيت على الجامعة لا تقول له طلعي لبرا، هذا مو بيت اللي نفضك، مو بيوتنا هاي، ما بيحنا لقلي حدا منها، لكن منيح اجت على الجامع كتر خيرها، نعطيها عباية نعطيها شغلة تلبس، بحاكيها أفقهنا وأورعنا بيحكي معها إنه يا أختي الله يكرمك، نعم يعني بيت الله سبحانه وتعالى هيك أدابه هيك كذا. نحن اللي بدنا برا يجوا على الجامع، مو واحد فات على الجامع نطفشه. قبل ما الله سبحانه وتعالى يكرمني بالتوبة مرة جيت على الجامع، نعم بحارتنا والله بدي فوت على الجامع، أم كان عم يسكر. نعم الله يكرمك، والله قلبي معبى من الدنيا كلها عايف حالها، بدي فوت هيك ارتكي اركي ضهر هيك على عضاضة بيني وبين الله لحالنا، بدي فوت على بيت الله بدي حاكي الله. اي نعم قال لي بدنا نسكر. شو تسكر ما تسكر ولا تنو شو فيلم سينما هو قال بيسكر. قال لي بدنا نسكر، حطيته تحت باطي وبلش يلعب فحموته. لك قال لي فوت، لك اللي فوق، لك بجوز كنت تمت قبل بست سبع سنين. يعني شوف واحد مثلا حامل يفوت على الجامعة هيك يقعد يبكي شوي، نعم يفتح له مجال يفوت. هلا في ناس بيجوا على الجامعة يقول لك والله لسه ما صليت سكرنا، إلهي سكروا حناك. بس المصلي كمان بده ما يسأل، يعني نعم صار بده بقى يصلي السنة القبلية والفرض والسنة البعدية، بيقرأ ورده وبده يقرأ له صحيفة قرآن كمان. مرة جاني واحد جامع الحاجبية، نعم فتح المصحف بعد ما خلص صلاة وراحت الناس، لك ورانا شغل. إيه والله ما يدري، فتح المصحف وقعد قال له شيخنا الله يكرمك، يعني قال لي شو بيت أبوك ها؟ لا لا والله مو بيت أبي، بس هيك الأمر من الأمن. قوم أنا وياك حط إيدك بإيدي شنكي شلالك، لا نصل أنا وياك لبيت خالتنا ونقول له أخي بدنا نتخلي جامع مفتوح على طول. قال لي روح سكي وين بك اخذني ها امشي لك انا طلع سكرنا هنا. فسبحان الله يعني